السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة في أحيان كتير بنحتاج نحول برنامج، نحول ملف وورد مثلا إلى بي دي إف. في حالة مثلا كنت كتبت السي في بتاعتك أو كتبت خطاب وعايز تحميه، كنت كاتبه بالوورد وعايز تعمل له حماية بحيث انه ما ينفعش حد يعدل عليه او حاجة، فبنحاول ان احنا نحوله الى صيغة تانية زي البي دي اف. واحيانا تانية بيكون عندي ملف بي دي اف وعايز استفيد منه، مثلا اخد بعض الجمل او مقاطع منه احطها في ملف وورد، فبلاقي فيه صعوبة شوية، فبكون محتاج ان انا احول البي دي اف الى وورد، أو يكون عندي مجموعة من الملفات الـ PDF المنفصلة ومحتاج إن أنا أجمعها كلها مع بعض في ملف واحد PDF، فبرضه دي بتكون مشكلة أحيانا بتقابل. الحقيقة دلوقتي في الفيديو ده هنبين إزاي ممكن نحل كل هذه المشاكل عن طريق تحويل ملف الوورد إلى PDF أو تحويل الـ PDF إلى وورد، وكذلك تجميع مجموعة من الملفات المنفصلة الـ PDF إلى ملف بي دي اف واحد. طبعا ده بيتم في برامج او في سوفت وير بتحول الموضوع ده، بس هي بتشتريها، يعني في موقع موجود اونلاين بيحقق الوظائف دي فري، هو اسمه اي لاف بي دي اف. لو احنا كتبنا كده في جوجل اي لاف بي دي اف فبيطلع لنا زي ما انتم شايفين كده الموقع بتاعنا I love PDF، وفي إمكانيات كبيرة جدا زي ما انتم شايفين. في هنا merge PDF اللي هو بيجمع أكتر من ملف PDF في ملف واحد، split PDF بيعمل العكس، يكون عندك ملف PDF كبير ممكن تفصله إلى مجموعة من الملفات، compress PDF بيضغط from PDF to Word هيحول الملف بتاعك PDF إلى Word، من بي دي اف تو باور بوينت حوله الى باور بوينت. فالحقيقه في امكانيات واسعه جدا زي ما انتم شايفين، البي دي اف الى اكسل تحول الى اكسل، من الوورد للبي دي اف، من الباور بوينت للبي دي اف، من الاكسل للبي دي اف، من البي دي اف الى جي بي جي صور، جي بي جي البي دي اف، بيج نمبرز لو انت عايز تعمل ترقيم للصفحات، ووتر مارك لو انت عايز تحط ستامب او طابع او علامة سرية خاصة بيك بحيث تحافظ على الكوبي رايت أو حقوق الملكية، روتيت بي دي اف ده بيلف ويغير التوجيه البي دي اف، اتش تي ام ال تو بي دي اف لو انت عايز تحول صفحة من الانترنت للبي دي اف. إمكانيات واسعة جدا الحقيقة، وسهل قوي إن أنا أستخدمه. أنلوك بي دي اف، أحيانا بتلاقي في بي دي اف عليه باسورد ما تعرفش تشتغل عليه، فده ممكن يشيلك الباسورد. بروتكت بي دي اف ده بيديك تعمل العكس، انك بتضيف باسورد على البي دي اف اللي انت عامله. اورجنايز بي دي اف لو انت عايز تعمل ترتيب لمجموعه من الصفحات جوه البي دي اف، تشيل منهم تجيب حاجه الاول تودي حاجه الاخر. ريبير بي دي اف برضه ده لو انت في مشكله في البي دي اف وعايز مش عارف تشتغل فيه او مش عايز يفتح، فممكن ان هو يصلحه. فاحنا هناخد مثال واحد الحقيقه اللي هو ازاي ممكن نحول الوورد الى بي دي اف او البي دي اف الى وورد. هنا هنلاقي ده بيحول البي دي اف الى وورد وده بيحول الوورد الى بي دي اف. فخلينا نشوف كده ازاي ممكن نحول الوورد الى بي دي اف. طبعا بدوس عليه ايقونه فبقول لي سيلكت الوورد فايل، اختار الملف اللي هو الوورد اللي انت عايز تحوله او دراج اند دروب هير. ناخد اي ملف مثلا عندنا وورد من الديسك توب كده نشوف في عندنا ايه، ياكو مثلا ناخد ده كده ونعمل له دروب هنا زي ما انتم شايفين كده. خلاص حطيت انا ملف الوورد، هدوس هنا له كونفرت بي دي اف، هيبتدي يشتغل ثواني وبعدين يبتدي يقول لي ايه ادي الملف بتاعك جاهز، اعمل له داونلود، اقول له داونلود البي دي اف، فهو عمل لي على طول كفر لنفس الاسم، هو عطاله ايه الاكستنشن بتاع الادوب اكروبات دوكيومنت، اقول له اوكي
فهو نزله زي ما انتم شايفين. افتحه كده نتأكد ان هو بقى بي دي اف ولا لا. افتحه، فهو زي ما انتم شايفين الايه الفايل بقى بي دي اف زي ما انتم شايفين بالقصة دي، بقى اسمه كفر ليتر بي دي اف. ممكن نعمل العكس برضو، ان انا احول البي دي اف الى وورد، ناخد نفس القصة اللي فاتت البي دي اف الى وورد، هندوس عليه وبعدين سيلكت البي دي اف فايل، يا اما ان انا هدوس على سيلكت واختار من الكمبيوتر بتاعي، هنختار نفس الفايل اللي احنا حولناه قبل كده اهو كفر ليتر بي دي اف، اختاره واقول له اوكي، فاختاره اهو ده البي دي اف اللي هو كان عندنا، اقول له convert to word، فهيبتدي يشتغل برضه ثواني ويقول لي ان هو اتحول اهو بي دي اف has been converted، اقول له download word، فيبتدي يجمعه لي هنا، بقى اعطاله cover letter 1 والاكستنشن مايكروسوفت وورد دوكيومنت، اقول له اوكي سيف. زي ما انتم شايفين بقى هنا وورد اهو علامه الوورد، ممكن نفتحه لو دوست عليه كده، فهو عندنا هنا ايه الملف البي دي اف تم تحويله الى ملف الوورد، وادي الوورد بيفتح اهو. لسه بيزال يفتح الملف، فتح اهو الملف زي ما انتم شايفين، وبقى ملف ايه اسمه ايه وورد دوكيومنت زي ما انتم شايفين كده. وبكده بيكون ايه المعلومه اللي احنا حبينا نوصلها لكم. نتمنى تكون المعلومه وصلت، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.